لكن احنا اليوم نحتاج فعلا انه احنا نفعل موضوع التاكسي النهري وايضا نعتمده ويكون هو بشكل امن للركاب، يعني احنا من نريد حوادث، لكن بنفس الوقت احنا نريد انه نتجنب موضوع الازدحامات وموضوع التاخير عن العمل، تاخير عن المواعيد، عن اوقات الدوام، لانه بصراحه حتى يمكن بالمحافظات اعتقد هم اكو ازدحامات لكن مو مثل بغداد، خصوصا اللود في بغداد اللي تعرفون هي العاصمه وكل الوزارات بيها، فبالتالي اكيد راح يصير عندها يعني ازدحامات وهذه التفاصيل. بنفس الوقت لازم نكون احنا ناشرين هاي ثقافة التاكسي النهري. اليوم ما بيها شيء اذا شخص يعني ما يستخدم سيارته او ما يطلع بسيارته يروح يستخدم مواصلات او يستخدم التاكسي النهري، بالعكس هذا شيء من الوعي ومن الثقافة، لانه يعني صراحة انه وضعية الشارع صار لا تطاق، رغم انه مثل ما ذكرت انه تغيرت اوقات الدوام، لكن حتى واذا تغيرت اوقات الدوام احنا نشوف انه لحد هذا قبل ساعة يعني ايضا ازدحامات واكو تكثافه بالسيارات واكو تقاطعات يعني ما تنطب من الازدحام، فبالتالي هيج التطوير اللي احنا نحتاجه شوي راح يعني يقلل نسبه من الازدحامات اللي تصير داخل شوارع بغداد او حتى المحافظات، لانه بالتالي احنا يعني مقبلين على اشهر كلش حارة، يعني السادس والسابع والثامن وحتى التاسع راح تكون درجات الحرارة بها مثل كل سنة اكيد مرتفعة وتوصل لنصف درجة الغليان، فلازم نكون اكو فتح حل يعني يحل جزئية من موضوع الازدحامات. بنفس الوقت انه احنا نشوف الاعمار اللي دا يصير حاليا في بغداد وكل المحافظات العراقية وايضا بناء الجسور وبناء الطرقات والتبليط اللي دا يصير، طبعا هاي نقطة تحتسب الى الحكومة الحالية لانه هذا التطور السريع ما شاء الله، يعني احنا نشوف المشاريع صارت تنجز بمدة معينة وما ايضا اقل من المدة المعينة محددة احيانا، بالعكس هاي تعتبر شيء جدا ايجابي وايضا تقدم في البنيان والعمران، لكن بنفس الوقت انه احنا نريد نحافظ اليوم على امن البلد الداخلي. اليوم احنا مو فقط نطور من ناحية العمران او الجسور او البنيان، او احنا نريد نظل محافظين على موضوع الامن الداخلي، لانه اليوم اي خلق امني اي حادثة تصير صدقا راح تأثر على سمعة بلد باكمله، هاي حالات فردية وهاي حالات شاذة ما تصير إلا نادرا، وهذا الشيء وارد جدا بكل دول العالم سواء الأمريكية الأوروبية العربية، لكن خصوصا بالعراق احنا يعني أساسا احنا نريد نحسن من الصورة اللي كانوا ماخذيها سلبية عن العراق، عن وضعية العراق، عن الأمل بسبب الظروف السياسية اللي صارت، لكن